إيكويتي ساركيس تشوبريان الذي ينضم معنا عبر سكايب من عمان. مرحبا بك سيد ساركيس. بداية، المخاوف بشأن تداعيات أزمة إيفرغرانت الصينية، برأيك كيف ستؤثر على حركة الأسواق العالمية؟ تفضل. شهدت الأسواق العالمية يوم أمس حالة من التوتر الكبير، حيث انخفضت أغلب المؤشرات التي كانت عاملة يوم أمس، إن كان في الولايات المتحدة، في آسيا، في أوروبا، وذلك متأثرة بمخاوف أن تتسبب هذه الشركة بإعلان إفلاسها أو تخلفها عن سداد الديون بأزمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. نحن نتحدث عن شركة ضخمة جدا، وتذكرني في بنك ليمان براذرز في عام 2008، وهو كان بنك كبير تسبب في انطلاق في أزمة مالية عالمية. وأيضا نتحدث هنا عن شركة عقارية كبرى قد تهدد القطاع العقاري في الصين، بل كذلك قد تهدد القطاعات المصرفية. نحن نتحدث عن مقرضين 128 مصرف، وأكثر من 120 أيضا جهة غير مصرفية مقرضة لهذه الشركة، وتخلف هذه الشركة عن سداد ديونها التي تعد بالمليارات، أكثر من 300 مليار. هذا قد يكون له وقع كبير إن كان على الاقتصاد الصيني أو القطاع العقاري في الصين، وكذلك في القطاع المصرفي. وإن تحدثنا عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو أكبر اقتصاد إن كان في آسيا أو مقارنة أيضا في أوروبا، فنحن نتكلم عن تبعات اقتصادية تشابه حجارة الدومينو عندما تقع. فنحن أمام الآن مخاوف كبيرة في الأسواق المالية، التي بالأصل هي لا تنقصها المزيد من المخاوف في ظل انتشار متحورات كورونا، في ظل توقعات تغيير البنوك المركزية للسياسة النقدية. وجاءت الآن هذه المخاوف الجديدة من أن تتسبب فشل الشركة بسداد ديونها في أزمة جديدة قد تمتد سطاها إلى العالم أجمع. فالأسواق المالية العالمية حاليا حساسة جدا، وفي حال ظهر أي مستجد يقلق المتداولين أكثر من الاقتصاد الصيني الذي في الأصل تباطأ خلال الربع الثالث الذي شارف على الانتهاء، فربما نكون الآن أمام مشكلة اقتصادية قد تمتد آثارها للعالم أجمع بالفعل. طيب سيد ساركيس، يعني هذه المخاوف أيضا مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني، كيف سيؤثر بشكل مباشر أو بشكل أو بآخر على الأسواق العالمية بصورة عامة؟ لأن إذا استرجعنا بالذاكرة بداية أزمة كورونا، حيث أن الاقتصاد الصيني بدأ في التباطؤ والانكماش قبل أغلب الدول في الاقتصاد العالمي، في ذلك الوقت بدأت مؤشرات الأسهم العالمية بالانخفاض، وبدأت بالانخفاض أيضا الشهية للاستثمار، ولاحظنا أيضا تدفقات خارجة من أسواق الأسهم العالمية، وتراكمت هذه المخاطر حتى وصلنا إلى شهر 3 من عام 2020 عندما شهدنا في أقصى مراحل الخوف والهلع في الأسواق المالية. نحن نتحدث عن اقتصاد الصين، نحن نتحدث عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويطلقون عليه بأنه محرك عجل الاقتصاد العالمي، رغم أن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأضخم والأكبر والأكثر تأثيرا في العالم، لكن أيضا لا نستطيع إهمال أن الصين استهلاكيا وكذلك الصادرات منها إلى جانب دعمها الكلي للاقتصاد العالمي، كل هذا قد يؤثر بالسلب على الأسواق المالية العالمية. تنعكس تأثيرات هذه المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصين الذي بالفعل بدأنا نلاحظ ملامحه في البيانات الاقتصادية التي بدأت بالصدور خلال الأشهر القليلة الماضية، ومؤخرا أثبتت ضعف كبير. أذكر هنا على سبيل المثال للحصر انخفاض كبير جدا في نمو مبيعات التجزئة، فانخفض النمو السنوي لمبيعات التجزئة بحسب بيانات صدرت الأسبوع الماضي من 8.5% إلى مستوى 2.5%، فهذه الفروقات الهائلة توضح لنا بأن الاقتصاد الصيني يبدو بأنه يفقد عزم التعافي. والآن مع زيادة هذه المخاطر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لاحظنا يوم أمس مقدار الضرر الذي حصل في أسواق الأسهم، مقدار التدفقات النقدية التي توجهت إلى الدولار والين الياباني على وجه الخصوص. عندما نرى تدفقات نقدية تتوجه للدولار والين الياباني مجتمعان، هنا نعلم بأن الأسواق المالية تقوم بتصفية الأصول وتقوم بتصفية الاستثمارات، فيتم طلب العملات النقدية والتي على رأسها الدولار وكذلك الين الياباني لتصفية الأصول، والهروب صح التعبير من المخاطر المرتفعة بسبب انخفاض شهية المخاطرة. فالتباطؤ الاقتصادي بالصين أو توقعات استمرار هذا التباطؤ لبعض الوقت قد يكون سبب ضاغط على
في الأسواق المالية العالمية كبير، وقد تؤثر أيضا على الدولار على الدولي، وتشمل كذلك المعادن بشكل عام. طيب بالانتقال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أول أكبر اقتصاد في العالم، السوق الأمريكي اليوم كيف تصف حركته، ولا سيما وأن الأسواق الأمريكية أغلقت على انخفاض حاد في موجة مبيعات واسعة؟ نعم بالفعل شهدنا يوم أمس موجة جني أرباح وبيع كبيرة جدا في الأسواق المالية الأمريكية تحديدا، حتى أني لاحظت بأن مؤشر داو جونز ابتعد عن أعلى مستويات قياسية كان قد حققها فوق 35600 نقطة لينخفض من هناك أكثر من 1600 نقطة. نحن نتحدث عن انخفاضات قوية، نتحدث عن أكبر انخفاض في مؤشر ستاندرد أند بورز ومؤشر ناسداك لكبرى شركات التكنولوجيا منذ شهر مايو الماضي. كل هذا يظهر لنا حالة من القلق في الأسواق المالية الأمريكية، ونحن طبعا في انتظار مستجدات قادمة من الفدرالي الأمريكي. أما هذا اليوم عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت، لكن هذا الارتفاع ما هو سببه؟ باعتقادي شخصيا وبحسب دراساتنا في مجموعة إكويتي في قسم الدراسات، نلاحظ بأن هنالك عمليات إقفال لمراكز بيع على المكشوف على هذه العقود. فكما نعلم التعامل بالعقود على مؤشرات الأسهم يسمح في عمليات البيع على المكشوف، ومع انخفاض مؤشرات الأسهم يوم أمس نشأت عمليات بيع على المكشوف التي أقفلت مع بداية الجلسة الأسيوية اليوم وخلالها، مما تسبب بنشوء طلب على شكل تصفية لتلك المراكز البيعية، وبالتالي شهدنا محاولات للارتفاع. باعتقادي حاليا المتداولون سوف يشهدون انخفاض في أحجام التداول. لماذا؟ لأننا في انتظار قرار الاحتياط الفدرالي الأمريكي الذي سيصدر يوم غد الأربعاء، وهو قرار مهم جدا، وبالتالي نلاحظ تذبذب، نلاحظ بعض الارتفاع، لكن هذا الارتفاع أيضا يعتبر ضمن نطاقات محدودة نسبيا بعد موجات قوية جدا من الانخفاض حصلت يوم أمس، ربما تشجع اليوم بعض المتداولين على استغلال الفرص من أسهم انخفضت خلال تداولات أمس. لكن هنا أود الإشارة إلى موضوع مهم، هو أن العديد من الشركات التي تتأثر مباشرة في النمو الاقتصادي كانت الأكثر تأثرا، بالتالي يجب علينا اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة الاستثمارات آخذين بالنظر هذه الحقيقة. طيب بعدما تحدثنا بالدقائق الماضية عن أكبر اقتصادين في العالم، الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، بصورة عامة إذا ما توقعنا للاقتصاد العالمي، كيف تتوقع أن يكون شكل النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي؟ بداية دعنا نأخذ لو تكرمت الجهة الإيجابية من المقارنة، وهي بمقارنة عام 2020 ب 2021 الجاري. هنالك تطورات واضحة جدا في الاقتصاد العالمي. لا نستطيع أن نقول بأن التباطؤ أو فقدان وتيرة التعافي الاقتصادي تعني عودتنا إلى نقطة الصفر، لكن العالم كان يأمن أكثر من ذلك. لكن هنالك موضوع مهم جدا في الاقتصاد العالمي تطرق له صندوق النقد الدولي سابقا، عندما قام برفع توقعات النمو للدول العظمى مثل بريطانيا، أوروبا، الولايات المتحدة، وثبت بعض الدول الأخرى مثل اليابان. لكن هنالك دول خفض توقعات النمو فيها، نتكلم هنا عن الصين، الهند وغيرها من الدول. بالتالي تفاؤلي موجود في نمو الاقتصاد العالمي رغم التباطؤ الذي نشهده خلال الربع الثالث، والذي أتوقع أيضا أن يستمر خلال الربع الرابع المقبل. لكن هذا التباطؤ لا يعني بأن الاقتصاد العالمي سيعود للانكماش، رغم أننا قد نشهد أشهر من الانكماش كما في أستراليا على سبيل المثال مع متحورات كورونا التي انتشرت في نيوزيلندا، كذلك في الصين نفسها حين شاهدنا انكماشات في بعض القطاعات. لكن هذا لا يعني توقف النمو، فالاقتصاد العالمي متوجه للاستمرار في وتيرة النمو. صندوق النقد الدولي يتوقع 6%، لكن مع المستجدات التي ظهرت مؤخرا أتوقع نحن في نمو اقتصادي عالمي يتراوح ما بين 5 إلى 5.6%، وهذا النمو يعتبر نمو جيد جدا مقارنة بالانكماشات الهائلة التي حصلت خلال 2020. طيب ماذا عن التضخم، ولا سيما وأن آخر استبيان لبنك أوف أمريكا أشارت التوقعات فيه بارتفاع التضخم إلى معدل سلبي؟ الآن ارتفاعات التضخم بالفعل تعتبر معضلة أمام الحكومات في العالم والمستهلكين والبنوك المركزية.
بداية أحب أن أتطرق إلى رؤية البنوك المركزية نفسها للتضخم، حيث يرى على سبيل المثال الفدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا المركزي، بأن التضخم عابر. لكن في نفس الوقت إلى متى سيبقى هذا التضخم عابرا؟ مؤشرات أسعار المستهلكين ارتفعت في أوروبا إلى 3%، هذا المستوى مرتفع. في بريطانيا شهدنا أكبر قفزة تاريخية في التضخم من 2% إلى 3.2%، هي قفزة كبيرة جدا. في الولايات المتحدة ارتفع التضخم بداية في 2021 إلى 5.4 حسب مؤشر أسعار المستهلكين، ورغم أننا شهدنا انخفاض إلى 5.3%، لكن هذا المستوى يعتبر مرتفع جدا جدا، وهذا التضخم بحد ذاته أحد الضواغط السلبية على وتيرة التعافي الاقتصادي. نحن نعلم بأن ارتفاع التضخم يعني ارتفاع الأسعار، ارتفاع الأسعار يعني تغير العادات الاستهلاكية، وبالتالي تنعكس على الإنتاجية للشركات. وهذه الحلقة المفرغة قد تعيد بعض الصعوبة في الإنتاجية، كذلك قد تضر بتعافي قطاع الوظائف في العالم أجمع. نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي أظهرت في آخر قراءاتها قيم أقل كثيرا من التوقعات في نمو الوظائف، وهنالك أيضا توقعات أن نرى لشهر سبتمبر الجاري عندما تصدر بياناته أيضا قراءة ضعيفة. هذا كله يدلنا بأن التضخم عالميا مرتفع، رغم أن التوقعات تشير لاحتمالية انخفاض التضخم. لكن هنا لا نتحدث عن انخفاض الأسعار، نحن نتحدث عن قلة أو تقليل قوة هذا الارتفاع في الأسعار. فإذا قلنا أن الولايات المتحدة فيها تضخم من 5.3% إلى 4%، فما زال يشكل ضعف القيمة المنطقية المرغوبة في الاقتصاد العالمي ككل عند 2%. البنوك المركزية في العالم تعتمد على قيمة 2% نعم في أمريكا حتى لو انخفض إلى 4%، فهو ما زال مرتفع. هل هذا يعني بأن بيانات التضخم الأمريكية عززت موقف الفيدرالي الأمريكي بأن التضخم المرتفع مؤقت وسوف ينخفض تدريجيا؟ برأيي هنا الفيدرالي الأمريكي في موقف لا يحسد عليه مع انتظار لقراره يوم غد. فبداية يبدو أن توقعات الفيدرالي حقيقية، أن التضخم، أشار الفيدرالي الأمريكي إلى أنه تضخم عابر، وبالفعل شفنا انخفاض في التضخم. أولا أحب أن أشير أيضا إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يعتمد على مؤشر أسعار المستهلكين، بل هنالك مؤشر آخر يسمى الكور PCE، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في القيمة الجوهرية التي تستثني الطاقة وبعض الأصول الأخرى، وهو موجود عند 3.6%. التضخم العابر بالفعل قد يحصل وقد ينخفض التضخم، لكن كما أشرت لحضرتك من قليل أنه حتى لو انخفض التضخم فقد يبقى في الأصل مرتفع. فهنا الفيدرالي الأمريكي وتوقعات جيروم باول التي صرحها سابقا بالفعل تشير إلى أن التضخم ربما سينخفض، لكن إلى أين سينخفض؟ ليس باعتقادي أن التضخم سوف ينخفض إلى مستويات 2% التي يرغب فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المدى المتوسط، بل سيبقى مرتفع جدا طوال هذه السنة. التضخم مرتفع، اقتصاد بدأ يفقد نوعا ما التعافي الاقتصادي، وهذا ما جعلني أشير بداية إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف لا يحسد عليه. طيب بما أننا في منتصف الأسبوع، برأيك ما هي أبرز التطورات المرتقبة التي يمكن أن تؤثر على حركة الأسواق؟ بداية أشير إلى بيانات النمو والتي تندمج فيها أيضا بيانات التضخم، وهي مؤشرات مدراء المشتريات التي ستصدر من عدة دول في منطقة اليورو في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه البيانات ربما ستؤكد لنا أن الاقتصاد العالمي متمثلا في الدول الكبرى المؤثرة فيه نازل ينمو، لكن هذا النمو يتباطأ بالفعل. من ناحية أخرى نحن بصدد استقبال قرارات بنوك مركزية، قرارات البنوك المركزية ستشمل بنك اليابان المركزي، والذي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 10 نقاط أساس بالسالب. هذا البنك مستمر في تحفيزاته الاقتصادية. أمامنا أيضا قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غد الأربعاء، والذي من المتوقع أن يثبت الفائدة بين 0.25%، لكن الفيدرالي الأمريكي سيصدر أيضا توقعاته الاقتصادية الجديدة، سيصدر أيضا توقعاته للفائدة بما يسمى في الدوت بلوت التي يعتمدها الكثير من المحللون إلى نظرة الفيدرالي المستقبلية للفوائد. أيضا أمامنا البنك الوطني السويسري الذي من المتوقع أن يثبت الفائدة عند
0.75 بالسالب، واخيرا بنك بريطانيا او بنك انجلترا المركزي الذي من المتوقع ان يثبت الفائده عند 10 نقاط اساس بالموجب. اجتماع هذه الانباء التي ستصدر من البنوك المركزيه ستجعل الاسواق الماليه على صفيح ساخن، فنحن امام بقيه اسبوع قد تكون ملتهبه في الاسواق الماليه، الكثير من الفرص، الكثير من التحركات، لكن مع الحاجه لاتخاذ تدابير واجراءات مناسبه. ان كنا نتحدث عن متداولين وان كنا نتحدث عن اقتصاديين فنجهز دفاترنا الان لنبدا بكتابه ما سيصدر، لاننا قد نكون امام انعكاسات كليه في توقعاتنا المستقبلية. فالفدرالي الأمريكي متوقع أن يعلن بطريقة أو بأخرى عن موعد تقليصه لبرنامج شراء الأصول بنك إنجلترا المركزي. نريد أن نرى مدى التعارض بين الأعضاء وكيف يرى كل عضو من أعضاء البنك المصوتين في بنك إنجلترا توقعات السياسة النقدية في سويسرا. نريد أن يذكر البنك إن ذكر ذلك رائعا، إن ذكر سعر صرف الفرنك السويسري ومدى تأثيره أيضا على الاقتصاد وكيف سيتمت تحفيزه. في اليابان الأمور شبه واضحة، بنك اليابان مستمر في تحفيزاته فالاقتصاد بحاجة إلى ذلك. فأسبوع ملتهب، أسبوع قد يكون رائع للمتداولين وكذلك معلومات كثيرة جدا للاقتصاديين يجب أن نتابعها أولا بأول اعتبارا من يوم غد الأربعاء. طيب، في ظل وجود مؤشرات على شح بالإمدادات الأمريكية، كيف سينعكس ذلك على أسعار النفط؟ الآن أسعار النفط هنالك العديد من المؤثرات فيها. لاحظنا الارتفاع القوي الذي حصل بعد إعصار أيدا بعدما انخفض الانتاج من خليج المكسيك وعودته بشكل تدريجي لكن بشكل أبطأ مما كان متوقع. الآن عندنا موضوع آخر يجب الالتفات له، قلما يلتفت له المحللون في أسواق الطاقة، وهو الطلب المتوقع خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي. في فصل الشتاء يعتقد الكثيرون كلما قربنا إلى فصل الشتاء يرتفع الطلب على النفط، لكن ما يحصل العكس تماما في الحقيقة، وهذه دراسات على مدى سنوات سابقة. نلاحظ بأن الطلب على النفط ينخفض خلال فصل الشتاء، ونحن هنا أيضا أمام متحورات كورونا التي خفضت الطلب، ونحن أيضا في انتظار المزيد من رفع الإنتاج من منظمة أوبك والحلفاء بمقدار 400 ألف برميل كل شهر يتم تنفيذها على الإنتاج اليومي. هذا كله يجتمع مع بعضه البعض، لكن هنالك موضوع آخر وهو توقعات أوبك في أن يعود الطلب العالمي خلال 2022 إلى 100.8 مليون برميل يومياً. هذا أعلى من متوسط الطلب خلال 2019 أي قبل جائحة كورونا. بالتالي على المدى الطويل هنالك توقعات في أن نشهد تعافي في الطلب العالمي، لكن على المدى القصير هنالك بعض الضغوطات على الطلب وخصوصا خلال الربع الرابع. الآن انخفاض الإنتاج في عدة جهات من العالم والتي شملت أيضا خليج المكسيك قابلها أيضا انخفاض في الطلب، وهذا ما أبقى على الحركة متوازنة نوعا ما في أسعار النفط. وحتى مع الارتفاع الذي حصل خلال الجلسات الماضية عدنا لنشهد اليوم حركات متباينة ومتذبذبة. نتحدث عن 69 70 71 دولار بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف، 73 74 75 دولار بالنسبة لعقود مزيج برنت. هذا كله يدلنا بأن أسعار النفط حاليا في انتظار أساسيات جديدة، ربما ستصدر أساسيات جديدة مع التقارير المرتقبة من معهد البترول الأمريكي، إدارة معلومات الطاقة، لكن لا أعتقد بأنها قد تخرج أسعار النفط من النطاقات المحدودة التي تتداول فيها منذ فترة، لكن ما بين ارتفاع وانخفاض هذا متوقع في ظل تضارب الانخفاض في الانتاج نوعا ما، انخفاض الطلب وتوقعات على المدى الأبعد بزيادة الطلب العالمي خلال 2022 يقابلها أيضا مزيد من التدفقات الانتاجية للنفط. طيب، هناك تزايد بإنتاج النفط الصخري الأمريكي، هل هذا سيحد من مكاسب أسعار النفط؟ لا شك بأن ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مؤثر، فهذا يعني المزيد من برميل النفط في الأسواق. هذا أيضا مع الأسعار الحالية التي وصلتها أسعار النفط فوق 60 أو 70 دولار تبدو أكثر مناسبة لشركات النفط، لكن هنالك نقطة يجب التطرق لها هنا، أن الأسعار الحالية قد لا تكون مشجعة كثيرا لتوسعة نشاطات التنقيب وتكرير النفط الصخري. فالمستويات الحالية تعتبر بداية الربحية بالفعل لكثير من الشركات، لكنها غير مشجعة على التوسع بشكل كبير في إنتاجية النفط الصخري. بالتالي
أسعار مرتفعة نسبياً للنفط حالياً، طبعاً إذا قارناها في بداية السنة أو خلال الربع الأول، فهذه الأسعار مشجعة للإنتاج، مشجعة المزيد من التدفقات للنفط، وهذا كله لكن تأثيره نوعاً ما محدود بالنسبة لأسواق الطاقة. فنحن نعلم الاعتمادية الكبرى تكون على دول منظمة أوبك، على الحلفاء، إنتاج أمريكي، بعض الإنتاج الصيني، هي المؤثرات الأكبر بالنسبة للخام. طيب، تحدثنا عن الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بصورة عامة، لنغطي الاقتصاد الخليجي. وكالة الطاقة الدولية توقعت طلبا إيجابيا على النفط، هل سيكون لذلك تأثير على الأسواق الخليجية خلال المرحلة القادمة؟ لا شك بأن زيادة الطلب على النفط، وتحديدا كما أشرت منذ قليل بحسب توقعات أوبك خلال 2022، له فوائد كبيرة على الدول المنتجة. دول الخليج هي في أغلبها تعتمد على الإنتاج النفطي والصادرات النفطية، وأسعار مثل الأسعار الحالية أيضا تعتبر مشجعة أكثر لمزيد من الدخل لهذه الدول. الاقتصاد كلما زادت المدخلات له، كلما صار في أن ارتفاع في مبيعات النفط، كان ذلك أيضا محفز إنفاق حكومي، محفز أيضا لتحفيزات اقتصادية، وأيضا يزيد من توقعات النمو الاقتصادي. زيادة الطلب على النفط عالميا تعتبر إيجابية بالنسبة لدول الخليج. لكن هنا أريد أن أشير إلى موضوع أن ارتفاع أسعار النفط إذا استمر بشكل كبير جدا قد يضر بالطلب العالمي. الارتفاعات المحدودة التدريجية تعتبر أفضل باعتقادي. ما يحصل الآن في أسعار النفط وفي حركة أسعار النفط يعتبر مثالي جدا بالنسبة لكثير من دول الخليج. الأسعار ما بين ارتفاع انخفاض، نتحدث عن أسعار بين 66 67 وحتى 75 78 بحد أقصى. هذه الأسعار تعتبر إيجابية جدا. لماذا؟ لأنها تكافئ الربحية بعد الإنتاج، وتكافئ أيضا بأن المستهلكين يستمرون في طلب النفط. فالمرحلة الحالية بالنسبة لأسعار النفط أعتبرها شخصيا هي مرحلة ذهبية بالنسبة لتداولات أسعار النفط في المستويات الحالية، وخصوصا إذا وصلنا عام 2022 وما زالت الأسعار قريبة من هذه المستويات، فربما سنشهد المزيد من التدفقات النقدية الداخلة إلى دول الخليج، وهذا يحفز بالتأكيد النمو الاقتصادي المعتمد بشكل كبير على صادرات النفط. طيب، حملات التطعيم الحالية هل برأيك هي كافية لتغذي تعافي الطلب على النفط؟ في الحقيقة كتطعيمات نفسها نعم بالفعل، توزيع اللقاح، وهذا أثبت لنا بأن الموجة الجديدة من جائحة كورونا لم تكن بالتأثيرات في مثلها مثل الموجات السابقة من ناحية عدد الأشخاص الذين أدخلوا المستشفيات أو عدد الأشخاص المتوفين كما حصل في الموجات الماضية رحمهم الله جميعا. لكن هنا أفضل أن أشير إلى أن لا أحد يعلم علم اليقين، فالمتحورات تخرج كل يوم، وفي كل متحور يقال لنا من الخبراء طبعا بأن هنالك انخفاض في خلينا نحكي في كفاءة هذه المطاعم لمحاربة المتحورات. لكن بالظروف العادية بحسب نظرتنا كأرقام إحصائية يبدو بأن توزيع اللقاحات مفيد جدا، وداعم أيضا للتعافي على الطلب، داعم أيضا للتعافي الاقتصادي. لكن هنالك أيضا جانب نفسي لهذا الموضوع، وهو جانب إيجابي. الأشخاص الذين يتلقون المطعوم يصبحون أكثر شجاعة للتوجه إلى الرحلات، للتوجه إلى الخروج، وهذا ما يزيد الطلب على التنقلات والمواصلات وغيرها، وهذا أيضا يعتبر إيجابي. فاستمرار حملات التطعيم قد يكون إيجابي بالنسبة لطلب النفط. لكن بالنسبة للسؤال هل هو كافي، أفضل أن أترك هذه الإجابة للخبراء الذين هم أعلم بإن كان ستكون المتحورات ذات استجابة كبيرة للمطاعم أم لا. لكن باعتقادي بحسب الأرقام التي أمامي أعتقد بأنها قد تكون كافية، لكن مع الحث بحسب منظمة الصحة العالمية إلى استمرار هذه الحملات وتوسعتها أكثر لشمول عدد أكبر من الناس حول العالم لتقليل أعداد الإصابة اليومية. طيب، إذا ما ضيقنا النطاق الزمني لتوقعاتك لأسعار النفط خلال هذا الأسبوع، كيف تتوقع أن يكون شكل أسعار النفط؟ الآن هذا الأسبوع شهدنا أولا اندفاعات صاعدة، واليوم شهدنا بعض الانخفاض. إذا تحدثنا عن مدى قصير، إذا نحن نتحدث عن
ماذا سيعلن الفدرال الأمريكي من توقعات؟ أيضا البيانات اللي راح تصدر من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، باعتقادي كلها قد تشير بالنسبة لمعهد البترول وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية للانخفاض في المخزون، هذا مشجع لارتفاع في أسعار النفط. لكن هنالك عائق رئيسي وهو الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي. لذلك على المدى القصير أبدو أكثر إيجابية بالنسبة للتوقعات، لكن الإيجابية بالنسبة للتوقعات على مدى هذا الأسبوع قد تكون نوعا ما محدودة، لأن السيولة قد تنخفض من قبل المتداولين، فانخفاض السيولة يجعل التذبذب كبير لكن النطاقات السعرية أقل. أريد هنا أن أنتقل لو تكرمت وكان من الممكن أن أتحدث فنيا بشكل قليل، إن أسعار النفط فنيا تتحرك حاليا فوق المتوسطات المتحركة بحسب التحليل التقني، التحرك فوق هذه المتوسطات قد يكون أيضا داعم للارتفاع، فهنا امتزج التحليل الأساسي والاقتصادي والتوقعات الاقتصادية مع التحليل الفني لتدعم فكرة بعض الارتفاع هذا الأسبوع، لكن أيضا بشكل محدود ضمن النطاقات المعتادة. نعم محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي ساركيس تشوبريان كنت معنا من عمان عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.